صحة شبيبتكم وربي يتقبل صيامكم، ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم حديثنا قياس. اليوم برشا والدين يخموا على صغارهم، صار وقت الزواج متاعهم ولتو ما عرسوا. هو كي تجي تشوف تلقى أسباب توخير العرس عند الشباب، سواء بنات وإلا أولاد، بلاش حساب. شوية من الظروف المادية، وشوية من متطلبات العرس، وشوية من التمارية، وشكون عرسه خير من غيره. وشوية يجي طفل ياخد طفلة في الأول، يقول لك احنا منحبوا حد شيء، وشارين الطفل والعائلة والعقالة. ومن بعد نلقاوه في جرة العرس يبيع اللي قدامه واللي وراه وما يخلطش. أما خلوني نرجع للوالدين وتخمامهم على صغارهم في حكاية مخذتهم، على خطر ساعات نلقاو إنه الوالدين هما ساعات السبب من أسباب توخير صغارهم في تحقيق نصف دينهم، كيما في حكايتنا الليلة. خلينا نتفرجوا عليها ونرجعوا من بعدها ونكملوا حديثنا. لحظي ارتاح يرتاح. صافا مالا؟ صافا الحمد لله. شنو مالك انت؟ لاباس؟ لاباس فما لاباس الحمد لله. وجهك تعب شوية؟ لا لا تعب خدمة وبرا ستريس وعصرات الحمد لله. ثلاثة شهور ما نشوفوكش ولا شنو؟ ثلاثة شهور؟ اي ثلاثة شهور. الولاد الولاد نرفزوا حصيله وما تحكيش. قال لي عليا قال لي ما بقاش نمشي له. طلش عليه نكلموا فيه كلموا فيك على الرابع ما تعرف بالله يسمع كلموا فيك قال لك يا خويا ما بقاش تطل عليه تسلم لي عليهم واحد واحد تقول لهم راني توحشتكم الكل وتوحشتك القعدات وتروح للميه اما الغرب توسي خوك شدتني اخرى خدمه بالليل مخصور غصره ما تصورش ربي نروح الفجر للدار هدي اجتماعات وهز منا وانفض منا وكلم هذا وهز هذا مدير عام مدير عام؟ اي هذا منظر بتاع مدير عام يا ولدي دي ترسيم بالسيم مرسموني نهارين هذا اي اي مبروك مبروك يبارك فيك عايش يهديك الصحة اخبيلك ان شاء الله والله يهديك الصحة الحمد لله هي مرحلة في الدنيا والواحد عاملها الحمد لله الحمد لله هانا عايشين هانا ايش عملت في الديرة؟ الدار؟ اي بلاش سي مازالت ضربات فينيسيون دينا برا والكو فصلت برانية في برق شوف فيها الاولاد حطيتهم اليوم الصباح يخدموا فيها يهديك الصحة ما انت كملت تو لا لا كملت الحمد لله كامل. الحمد لله كل شيء كامل من جميع ومزهزه امورها مريقله الحمد لله امي ما قصرتش الحمد لله الحمد لله برافو عليك ربي يعينك يعيشك ملا قريب ملا فهمتكش ملا قريب العرس قريب ملا ديرة كملت لا هي الموضوع هذا ما تحكيش عليه لا سير يعني الباب هذا و شون بابي؟ محيطه بمخي صبرين شنحو هذا؟ صبرين عندك حق كذا شو مشيت اروح صبري عليه؟ كو؟ عليه مكتوب مكتوب مي فما عليه؟ سبب انتي تعرفوا هذا أمي أمك أي ما هو كما تعرف أن الدار بنيتها كبيرة على أساس باش بعد كي نعرس تعرف باش نسكن أنا ودارنا والمرأة تجيب حداها عاد قلت أنا إذا كانش تجيب المرأة تولي مشاكل هي وأمي كل نهار علاش نجيب واحدة لا ذوق أمي إي كيما قلنا الأخرى مروة كي مشيت وأمك وأمك ولا ما تساعدنيش لا لا كي مروة كي صابرين كي عزيز كلك بعضهم فما حتى واحدة حبت تعدلها أي واحدة نجيبها للدار يلزم تطلع فيها سبب ما فيش يا هذه طويلة يا هذه قصيرة يا هذه سمينة يا هذه جويدة يا هذه لا 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 ما تساعدنيش الحمد لله كاو سيت ما عادش خمم في الموضوع ليه علي ما لقيتش حل ما لقيتش حل عندك حل عندي حل اسمعني شوف الطفلة شبه أمك إزي إيه علاش هاك؟ إيه شبه
وجه هكا طبيعتها. في بالك ما فكرتش فيه الشيء هذا معناها؟ هاي؟ فكرت فيه ولوشت عليها. ما لقيتشها. مش تشبه لها. هي. اي؟ لوشت عليها تونس كاملة في الأخرى لقيتها. اي؟ فولا القسم تاع الاثنين. كان في الوجه ولا في الأخلاق ولا في الطبيعة، المشية مشيتها، الكلام كلامها، الطبيعة طبيعتها، كل شيء. أو بي. لا الحمد لله. أمي فرحت. قالت أيوة هذه هي اللي حاجتي بها. هذه هي اللي مش تهنى عليها مع ولدي. أي. أما رضيت أمي قال بابا من غد. بو. أي. قال يسمع. عايش ولدي. أي. ما نحبكش تعاود الغلطة اللي غلطتها أنا. وقص عليا قصص. ريتها. ربي ما هي صورة لليلة بالطبيعة زايدين فيها شوية، أما راهي ماهيش بعيدة برشا على واقع برشا توانسة، بمعنى أنه نلقاو برشا والدين يحبوا ياخذوا لصغارهم بمنظارهم ومقياسهم، والأشخاص اللي يوافقوا عليهم هما ويصحوا عليهم وينساو أنه كل وقت وقته، وينساو أنه عصر الوالدين مش هو عصر صغارهم، وانه في الماخذه الواحد لازم يراعي ربي ويتبع دينه، مش ساعات تبطل ماخذات والا تقوم على اساس ما عندها حتى علاقه لا بالدين ولا باش قال ربي، اما على خاطر البو قال لا والا الام قالت ما تاخو كان هذه. صحيح الوالدين في الماخذه ينجموا ينصحوا صغارهم، اما مش يوليوا يتشرطوا ويفرضوا خوش هما اللي ماشيين يعرسوا من جديد. وعلى كل احنا في الزمن هذا اللي قل فيه العرس ولاو فيه الشباب هاربين من الزواج، ماذا بينا الناس الكل تتعاون وتعاون اللي يحبوا يعرسوا وترشدهم وتنصحهم، اما ما تقفش في طريقهم، خليه صغار كم يعيشوا تجاربهم في الحياه هذه، خاصه انها مش في معصيه، خليهم ينحطوا طريقهم ويعيشوا لحظات نجاحهم وفشلهم، وانتم تبعوهم وانصحوهم ورشدوهم. وللأبناء نقولوا بغض النظر اللي تحبوا تاخذوهم وتعرسوا بيهم والديكم فرحانين بيهم وإلا لا، ما تنساوش أنكم لازمكم مهما عملتوا لازمكم ترضيهم وما تخليهمش غضبانين عليكم، ما هم إلا والدين في النهاية، ورضايتهم واجب وحق عليكم. ويا سيدي ربي سهل ثنية كل واحد قادم على العرس، وربي يحلل القلوب على بعضها ويدوم العشرة بيناتها. حديثنا قياس وفال الليلة، نتلقاو غدوة ليلة إن شاء الله في حلقة أخرى وحكاية جديدة. صباح الخير وليلتكم زينة.